مساء الخير جميعا. فيديو هيك كثير سريع خفيف لطيف لسؤال كثير اجاني خلال اليومين اللي مروا، لانه صار شغله ما كانت متوقعه. كان السؤال شو صار بالانستغرام بروفايل تبعك، شو صار باكاونت الانستغرام تبعك، هل انت شطبته او انت بدي اكتيفيت او whatever. طبعا اول ما جاني هذا السؤال كنت انا اصلا ما بعرف انه في مشاكل اساسا على الانستغرام، ما بعرف انه صار شيء. فتحنا الانستغرام لقينا انه الانستغرام از either disabled او hacked، اما انه تم الغاء تفعيله من قبل الانستغرام او انه انسرق. طبعا في الحالتين سواء الغاء تفعيله او انسرق، وفي الحالتين في ضرر صاير اللي هو انه انا خسرت الاكاونت اللي عمره سنين اللي كنت عم بشتغل عليه، بس مش مشكله. وهذا الفيديو طلعت عشان احكي للكل، انه الكل قاعد بعت لي شو صار بيور انستغرام اكاونت، مو مشكله سواء حدا سرقه او حدا كان عاجبه البروفايل او حدا كان زعلان مني لاشي حكيته. او في ناس سالوني عشان الفيديوهات الاخيره اللي قاعد تنزلها ممكن يكون صار شيء، اتوقع مش عشان الفيديوهات الاخيره لانه كلهم 2 أو 3 فيديوز. والفكره في الموضوع انه الموضوع راح يكون مستمر، يعني راح احكي في كثير مواضيع ان شاء الله. هاي المواضيع راح تكون اللي هي الاشياء اللي بشوفها قضايا هي لازم يثار عليها الجدل، او انه لازم يصير في حولها نقاش، او لازم يتضوى عليها. حكيت اكثر الموضوع ان شاء الله، راح احكي في مواضيع كثيره لانه الكاميرا موجوده واللابتوب موجود والوقت موجود وانا موجود، فراح اضل احكي. المهم انه شو صار باكاونت انستغرام، اكاونت الانستغرام انسرق او انعمل له هاك، يعني تمت قرصنه الاكاونت. بس مش مشكله، رجعت عملت اكاونت تقريبا بنفس الاسم جاسر ام دوت مصطفى. فاتمنى الكل يروح يتابع على هذا الاكاونت او يعمل فولو لهذا الاكاونت. وشكرا لمتابعتكم ودعمكم، وشكرا للسؤال الكثير اللي حوالين الموضوع اللي هو اللي وضح انه في كثير ناس طلعت متابعه الاكاونت، ويمكن الاشي اللي انا مش قد ما انا كنت متوقع، يعني هو كان اكثر مما انا كنت متوقع. طلع في ناس مهتمه في الموضوع لانه جتني كثير اسئله شو صار بيور انستغرام اكاونت. المهم الانستغرام اكاونت انا عملت اكاونت جديد، هلا بتقدروا تعملوا فولو على هذا الاكاونت اللي موجود بالفيديو، بتقدروا كمان تعملوا فولو على البيج الجديد اللي هي جاسر او جي داش توكس اللي برضه حاط اللينك تبعها واللي هي مبينه على السكرين. وبرضه بتقدروا تشوفوا الفيسبوك عندي اللي هو جاسر ام دوت مصطفى، وعلى اليوتيوب تقدر تشترك في القناة، تقدر تعمل لايك، تقدر تعمل سبسكرايب، وإذا تحب كمان فعل الجرس عشان توصلك دائما نوتيفيكيشن. وشكرا كثير لسؤالكم.